السلام عليكم ورحمة الله، يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، ورجعنا لكم بموضوع جديد. صراحة آخر مرة لما حطيت سناب الرد اللي جاني منكم هنا ولا في انستغرام كان الله يعطيكم العافية، فجبنا لكم موضوع جديد وحنتكلم فيه. جاهزين؟ واليوم حنتكلم على بلاك بوكس، الصندوق الأسود. كلكم سمعتوا عن الموضوع ده، الاسم ده كلكم سمعتوا، دائما تسمعوه في الأخبار لما الطائرة يصير لها كراش، ولا طائرة تختفي، ولا أي حادث في عالم الطيران، دائما تسمعوا شيء واحد، الصندوق الأسود اللي هو البلاك بوكس. كلكم تسمعوا عنه، بس ما حد عنده انفورميشن اللي راح أديكم هو دحين إلا قريب من الناس. البلاك بوكس، وإيش وظيفة البلاك بوكس، وكيف نقدر نستفيد من البلاك بوكس. طبعا في البداية عشان تكونوا عارفين حجم البلاك بوكس، يكون قد شو بوكس، علبة جزمة، الله يكرمكم. شفتوا كيف نفس الحجم يكون البلاك بوكس، وفي كل طيارة يكون في 2 من البلاك بوكس. طبعا وظيفة كل واحد منهم حقول لكم هو. بلاك بوكس يكون اسمه بلاك بوكس، صندوق الأسود، بس لونه مو أسود، فلونه يكون قريب من لون الأورنج. طبعا يكون من مادة اسمها تيتانيوم، عشان يكون ضد الكسر، ويتحمل درجة حرارة حوالي 1100 ديجري سلسيوس، ويشتغل برضو في البحر وفي الأوشن، ويقعد يرسل. طيب قلنا إنه كل طيارة يكون فيها 2 بلاك بوكسز. أول واحد اسمه CVR، كوكبيت فويس ريكوردر. أتخيلوا معايا كده علبة تسجيل في 3 ميكروفونات طالعة منها، ولا 4 تكون محطوطة. الميكروفون الأول يكون قدامنا في الكوكبيت، هذا يسجل الكلام بين المساعد والكابتن، أي كلام بينهم ساير بيسجلوا البلاك بوكس هذا. والميكروفون الثاني يكون في الكوميونيكيشن، اللي بنتكلم مع البرج، مع التاور، مع الاي تي سي، الكلام اللي بين الطيارين والبرج بيتسجل. والثالث يكون في الخلف، على أساس يسجل كل الكلام اللي داير جوة الكوكبيت في غرفة القيادة، صوت المحرك، صوت اللاندنج جير، الأصوات هذه كلها بيسجلها. هذا اسمه CVR، كوكبيت فويس ريكوردر. هذا يسجل last 2 hours of every flight، يعني إذا الرحلة 6 ساعات، آخر ساعتين من 6 ساعات هذه حتكون مسجلة. طيب البلاك بوكس متى يبدأ يسجل؟ يبدأ يسجل من يوم ما تشغل محرك واحد في الطيارة. عندك محرك، يعني إذا شغلت واحد محرك يبدأ يسجل الفويس ريكوردر، وزي ما قلت لكم الفويس ريكوردر آخر ساعتين اللي تكون فيها مسجلة. طبعا في زر في غرفة القيادة نقدر نشغل التسجيل، وشيء يضحك كمان إنه في زر نقدر نمسح التسجيل هذا اللي تسجل. فأحيانا لو تكلمت حاجة وقلت وما تبغى أحد يسمعها، تضغط الزر ده تمسح اللي قلته، بس إنه ما نسجل. وبلاك بوكس رقم 2 اسمه FDR، Flight Data Recorder. ايش وظيفته؟ الفلايت داتا ريكوردر يقدر يسجل لك الين 24 سيستم. 24 سيستم يعني يسجل الكفرات، متى طلعت، متى نزلت الطيارة، متى لفت يسار، متى لفت يمين، متى طلعت، متى نزلت. بدأوا من 24 سيستم، ودحين في شركات صنعت الـ FDR هذا في البلاك بوكس، تقدر تسجل الين 1000 حركة للطيارة. يعني معظم الأشياء اللي بتصير في الطيارة، حركة الطيارة، طلوع نزول، سرعة تزيد تنقص، متى طلعت، متى، كله مسجل في الـ FDR. هو زي السيستم يسجل حركة الطيارة، مو الأصوات، حركة. طيب نقول إيش فائدة الـ FDR، فائدة الريكوردر؟ طبعا لا تنسوا الكوكبيت فويس ريكوردر ما نطلعه ولا ما يطلعه الا في اكسج، كانوا بيتكلموا وايش الحركه اللي كانت الطياره بتسوي، يطلعوا البلاك بوكس وقتها ويعرفوا منها التسجيل مع البرج، مع الكباتن اللي صار في الطياره، مع حركه الطياره، يجيبوا الداتا هذا حركه الطياره، ويجيبوا الاصوات حق الطيارين ويحطوها مع بعض في الكمبيوتر، وتسوي لهم طياره فيك، ويقدروا يشوفوا انه كيف لفت الطياره مع اصوات الكباتنه اللي في الطياره، فيعرفوا ايش كانت مشكله الكراش، هل كانت المشكله من الطياره نفسها، هل كان الكابتن هو اللي سبب المشكله، هل كان الاجواء اللي سوت البلين كراش، حاجه اتكسرت من الطياره وطاحت. فكده يجمعوا كل الانفورميشن وتكون عندهم في السيستم اللي تطلع. فين يكون مكان السي في ار والاف دي ام، فلايت داتا مونيتور والكوكبيت فويس ريكوردر؟ اتخيلوا في ديل الطياره، البلاك بوكس، الصندوق الأسود، يكون مكانه في ديل الطيارة. ليش في ديل الطيارة؟ ديل الطيارة من أقوى
الأماكن في جسم الطيارة. يعني لما يصير لا سمح الله لما تصير كراشات وتصير حوادث، دائما حتلاقوا ديل الطيارة لقوه زي ما هو. ليش ديل الطيارة؟ انتوا لو تخيلوا معي كده، لو تجيبوا قارورة قزاز بيبسي كولا سفن اب، شفت القارير القزاز هذه، ولو تمسكوها وترموها من فوق، حتلاقوا الجزء اللي تحت في القارورة يتكسر، والجزء اللي فوق في بداية القارورة النحيف يقعد زي ما هو. أتخيل نفس الشيء جسم الطيارة، بس ديل الطيارة اللي هي واجهة القارورة هذه. في الطيارة الافيونكس والأسلاك وكل حاجة، لما تتمد تروح إلى الديل ورا، فتلاقي كل التجمع ورا في الديل. هذا السبب يكون الجزء ده قوي. حتى يقولوا الركاب اللي يكونوا ماخدين تذكرة فيرست كلاس ودافعين دبل السير عليهم ريسك أعلى من اللي دافعين نص السير وجالسين في ديل الطيارة. وإذا في إن كيس الطائرة طاحت في البحر في المحيط أوشن، البلاك بوكس فيه له ترانسميتر يرسل إرسال لمدة شهر من تحت الموية، وأهم شيء يعرفوا اللوكيشن الطيارة فين طاحت، ويمسكوا الإرسال هذا حق البلاك بوكس سواء بالشيبس ولا بالطيارات، ويجيبوا البلاك بوكس ويطلعوه من تحت الموية. طبعا يقعد فيه شهر يقعد يرسل إرسال. في كراشات صارت اللي لقوا بلاك بوكس بعدها بخمسة ستة سبعة شهور، ولقوا البلاك بوكس شغال، ما صار له دمج، ما بيرسل ترانزميتر، ما بيرسل سيجنالز، بس البلاك بوكس في حالة جيدة. هم يقولوا انه بلاك بوكس بالكثير شهر وخلاص في الموية يخرب، بس سبحان الله يعني لقوها زي ما قلت لكم في ستة ولا سبعة شهور، لقوه في اكسيدنتس انه البلاك بوكس كان شغال وطلع منه التسجيل وعرفوا سبب الكراشز. انا مره انبسطت في شرح الموضوع، ان شاء الله انتوا تكونوا استفدتوا وانبسطتوا في السنابات هذه. اللهم علمنا ما ينفعنا، ونفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونراكم على خير، تصبح على خير. وعلى فكره اذا حد بيتفرج فيلم يوضح لكم ولا يوريكم البلاك بوكس والداتا ريكورد حق البلاك بوكس، اتفرج على فيلم اسمه سالي. هذه قصه حقيقيه اللي صارت في هدسون في امريكا. كابتن سالي عمل بعد الإقلاع ضربت الطيور دخلت في المحركات عنده، وصار له بوت انجن فيلير، فما كان عنده حل، كان على 2000 قدم ارتفاع، فما كان عنده حل إلا ينزلها في هدسون في المويه. فالفيلم هذا فيه له بلاك بوكس وكوكبيت فويس ريكوردر مع الداتا، فبطريقة مرة حلوة يشرح لكم فيه كيف طلع الأشياء من البلاك بوكس. وهنا يا جماعة الخير خلصنا موضوعنا، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالانفورميشن، إن شاء الله